اكتر حاجه استفدت بيها كانت البروجكتس، لان اول بروجكت انا سلمته كان في خلال اول 3 اسابيع، كانت شوك بالنسبه لي ان انا عملت الريكويرمنت بالظبط. لقيت ان الريفيور شاف الكود بتاعي ورجع لي بكومنت بيقول لي ان انا كل حاجه عاملها تمام لكن مش البيست براكتس، ودي الحاجه اللي فرقت معايا جدا في المنحه. ان انا كنت بعمل حاجه وخلاص، مش بيفرق معايا معموله ازاي او هو ده الهاي كواليتي ولا لا، المهم يكون هي معموله. ابتديت اركز اكتر وابتدى يبقى عندي خلاص بقى نظره في الكود من ناحيه تانية، ان انا ابص الكواليتي دي هل هي مناسبه، البرفورمانس ده احسن برفورمانس ولا لا. فابتديت ان انا اركز وابتدى اعدل من الكود بتاعي واحده واحده، بروجكت ورا الثاني ابتدى ان الدنيا تحسن عندي، لان انا ما كنتش بقدر اتراكت الكلاينت بالطريقه المناسبه، ما كنتش بعرف اقول له ايه، ما كنتش بعرف اشو نفسي او اقدر ان انا ابيع نفسي الكلاينت او اقدر ان انا اقول له ان انا هعمل له البروجكت بتاعه بيست برفورمانس. فبعد المنحه ابتدى ان تفكيري اتغير، مشيت على سيكونس معين كان موجود في الكونتنت بتاع المنحه، فقدرت ان انا ابعت للكلاينت البروبوزل المناسب. فما كنتش بقدر اعمل اي جيجز قبل المنحه، لكن بعد المنحه قدرت اعمل اكتر من 10 جيجز، بحوالي اكتر من 3000 بوست.